ستات النهارده مطبخ مغربي، فطاير وحلويات ومخبوزات، ودلوقتي ميعادنا مع الغريبه. أيوة. صح؟ هنعمل ايه بقى؟ هنعمل غريبه لوز. لوز. اوكي. طيب نقول المكونات تحبي؟ أيوة. يلا. غريبه اللوز 250 جرام دقيق لوز. أيوة. معلقه مربة مشمش. و 120 جرام سكر باودر. وماء زهر، معلقه زبده، بشر ليمونه. أيوة. ونص معلقه بيكنج باودر، وبيضايه. أيوة. و20 جرام لوز، وكوبايه سكر بودره، ومعلقه نشا. نشا. تمام. طيب تمام. نبدا. هناخد دقيق الدقيق اللوز، او اللي ما عندكش ممكن لوز يطحن. اوكي. هو في الاصل اللوز بيتعمل يتسلق ونشيل القشره، ومن بعد يتعمل من بعد يتطحن. فهنا تقريبا احنا واخدينه نص نص. لكن بتطحنوه بعد ما يتسلق؟ لا، بعد ما يتسلق تخليه ينشف ومن بعد يتطحن. اوكي. هناخد ملعقه زبده كده. اوكي. هي زبده بحراره الغرفه. مربى. هانا ساجيب لك الزبده دي. شكرا. ممكن نحطها هنا. شكرا. ده بشر الليمون. ليمونه، بشر الليمونه. اوكي. والبيضه. اوكي. هاخد السكر اول حاجه. من بعد مش هتحطيه في العجانه، هتعمليه بايدك. لا، دي سهل، دي بتتعمل يعني بسرعه، ما تحتاجش العجان. تقريبا غالبا نص كميه السكر، نص كميه اللوز. سكر. نص كميه اللوز. السكر نص القدر بتاع دقيق اللوز. ايوه. شويه ملح دائما في الحلويات. هنخلط هاد العناصر مع بعض. هذه يعني يمكن الناس اللي عندهم مشكل في الجلوتين او هذا، فيعني في ناس عندها حساسيه مع مع الدقيق، يعني ممكن دي كويسه بالنسبه لكن سؤال بقى، هل ريجيم؟ لان هي بتدخل في الكيتو دايت. الكيتو، ولكن فيها سكر. فيها سكر. يروح سكر. ايه ممكن الواحد يدخل من الباب، السكر هينط من الشباك. ايوه ممكن. فمش هنعتبرها كيتو الا اذا هتاكلوها مش حلوة بقى. لا، ممكن نعود السكر، اما نعوده بسكر بني، يعني شويه قيمه غذائيه شويه مرتفعه فيه، او ستيفيا، يعني ممكن يحط الواحد عليه اي حاجه بدائل السكر. بدائل السكر، فكده تطلع كيتو. اوكي. هنعجن ال طب هو انا لازم اعمل بدقيق اللوز لو انا ما عنديش حساسيه، ما عنديش مشكله مع الجلوتين، ممكن اعمله بالدقيق العادي، ولا دي قائمه كلها على طعم اللوز؟ صح. طعم اللوز. بطعم اللوز. يعني هذا هو الاختلاف اللي غيخليها يعني من غير مختلفه على الحلويات الثانيه. صح. هي انها باللوز. باللوز. هحط كمان شويه من بيكنج باودر، شويه شويه، يعني ما محتاجينش الكثير، وحتى انها تستوي بسرعه لانها ما فيهاش مكونات سائله كثيره. ما فيهاش حاجه سائله قوي يعني. ايوه. بتحطي فيها زيت؟ بتحطي لا، ما فيهاش زيت. مع فيها زبدة. حطيت زبده بس. حطيت زبده بس. دي بنفس المقادير تقريبا وبنفس الطريقه بتتعمل بعين جمل. يعني في غريبه تقريبا بنفس الطريقه بعين جمل. انا هشيل الجلوفز، ما بتنفعش مع العجن. مع الحلويات صعب. طب سؤال، بتعملي بدل دقيق اللوز ايه؟ عين جمل مطحون. مطحون. مطحون وتحطيه. انا ما سمعتش قبل كده ان في حاجه اسمها دقيق عين جمل. لا، هتاخدي عين جمل وتطحنيه مطحون، يعني تعطي طعم رائع. هناخد سكر. ده سكر، وهنحط معاه. قولي لي بالدوري. هنحط معاه نشا، ملعقة نشا مع السكر. مع السكر. الباودر.
كده، ومن بعد هنعمل كور من العجينه ونحطها في السكر ونحطه في على السيرفيس. ايوه دي حاول اعمل فيها شويه زيت علشان ما تلصق ليناش. كان عندي هنا أيوة هنجده هنلاقيه. معلش هعمله بالجلافز كده. ممكن تعمليه بالجلافز بدل ما عندناش فرشه. حد اخذ الفرشه؟ احنا دائما سنلقاو البدائل طبعا. طب هاخد ال كده هنعمل كور. احط ليه بقى على. ليه حاطه معاها النشا؟ ليه حاطه معاها النشا؟ علشان تتشرب الرطوبه اللي كاينه في ال يشرب السوائل اللي في العجينه. في العجينه كده. ودي ما كتحتاجش وقت طويل للتسويه. تقعد قد ايه تقريبا؟ يعني تقريبا 10 دقائق على فرن، يعني فرن سخون اصلا. تحطي الغريبه وتشيلي وتطفيه يعني، وتخليها 10 دقائق. عاده بنحط السكر الباودر بعد ما العجينه تستوي. لا هنا العكس. العكس. طيب نرد على حسن من اسكندريه. ايوه يا استاذ حسن، ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، كل سنه الحمد والله. كل سنه وانت طيب. والله من المطبخ الكوزموبوليتاني ده الحاجه العالميه. ايه رايك جمعنا الدول كلها في مطبخ ست الستات؟ لا لا تمام والله يا فندم، مستمتعين جدا جدا. ربنا يخليك يا استاذ حسن. بس عايز اسال الشيف امل على عندهم حاجه كده زي الشيف صوفيا. صوفيا معلش يا فندم، الشيف صوفيا بخصوص حاجه كده زي عندنا العيش الاسكندراني، حاجه اسمها عندهم الرغايف كده، بيعملوها بالعسل وساعات بيعملوها باللحمه. أيوة. والبيتزا الصغيره برضو، وكنت عايز اسالها على كيك الليمون. وكيك الليمون والبيتزا الصغيره. ايوه حاضر، بشكرك يا استاذ حسن، وتابعنا يلا واتفرج على المطبخ المغربي معانا النهارده. صوفيا ايه حكايه العيش دي؟ ده زي اللي هنعمل النهارده الفطير المسمن. المسمن ايوه، ولكن هذا بيتعمل في الزيت. اوكي. تقريبا بنفس المكونات، ولكن احنا هنعمله بشويه زيت يستوي بشويه زيت، ولكن ممكن يتحط بزيت كتير، يتحمر في الزيت ويتحط عليه عسل. دي كيولي اسمها الرغايف. رغايف هو اصلا عارف. اوكي ده عارف، واضح ان هو داخل سؤال يعني ايه. جربها وعايز يعرف تتعمل ازاي. ايوه. اذا اول سؤال يبقى المكونات هتتابعها معانا يا استاذ حسن واحنا بنعمل المسمن اللي هو والرغايف دول تقريبا من كذلك من الحوايج يعني اللي كتكون موجودة يعني في العيد، يعني من الحوايج اللي بنحضرها للعيد. اوكي. طيب السؤال الثاني بتاعه كده الغريبة هنحطها في الفرن ونكمل. هتحطيها في الفرن؟ احطها لك؟ ممكن. طيب قولي لنا بقى الفطاير اللي هو بيسأل عليها الثانية والبيتزا. البيتزا ايوه، عجينة البيتزا ممكن دقيق مع شوية، انا بس عايزه اتاكد انه مش الفرن مش سخن كتير. لا هو كده مش سخن كتير. كده نص اقل حاجه. كده اقل حاجه. احنا ما ننسى، احنا ممكن نطفي كمان. نطفي؟ هعمله اقل حاجه. اوكي. وشويه من بعد نكمل. بالنسبه للبيتزا الميني بيتزا. ميني بيتزا زي البيتزا العاديه يعني، هو المشكل الاختلاف في طريقه التقطيع. فشد دقيق مع شويه زبده او زيت زيتون، احنا في المغرب غالبا اغلبيه الناس مع العجينه كيحطوا زيت زيتون، شويه زعتر، ملح، شويه خميره، وتتفرد وتقطع بقطع صغيره، ومن بعد تتحط في الفرن. احنا هنبدا ابدأي، هجيب الحاجات اللي استوت بقى. احط ناخد مقادير ديال. انت هتستعملي البوتاجاز تاني ولا ممكن احطه هنا شويه؟ لا ممكن. لا هستعمل البوتاجاز. وري بس للناس بقى لما استوت بقى عامله ازاي. التيفور ايوه.